لايون سيتي بوان ام حاش الملك حاش الملك. اولا واخيرا نشكر كل الفعاليات الوجدية وسكان جهة شرقية وفعاليات المجتمع المدني وعطور مدينة وجدة ومنتخبيها وكل العائلات والحاجة اللي لهم رضا، نشكرهم على مساهمتهم في هذه الوقفة. رجاء باسم اللجنة التنظيمية ندعو الجميع قبل أن نتمم الوقفة بالنشيد الوطني، ندعو الجميع إلى الانصراف بهدوء راشدين إلى أماكننا من أجل أن نلقي الأعداء درسا في الحضارية. نختم بالنشيد الوطني.